رسالة تحذيرية من الصحة للمدخنين بسبب السجائر الإلكترونية. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. وزارة الصحة والسكان وجهت رسالة تحذيرية للمواطنين المدخنين بشأن السجائر الإلكترونية، وقالت في تقرير توعوي لها إن السجائر لا تساعد على تهدئة الأعصاب كما هو انتشر في الفترة الأخيرة، وإن السجائر تعطي إحساسا لحظيا ومؤقتا فقط بالاسترخاء وتقلل الضغط العصبي، لكنها لا تساهم في حل المشكلة المسببة للضغط العصبي. وزارة الصحة والسكان أكدت إن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين، لذلك يجب على المواطنين الإقلاع عن التدخين بأنفسهم، حيث أنها عادة غير صحية ولها أضرار جسيمة على صحة الجسم بشكل عام. بالنسبة لأضرار السجائر الإلكترونية فهي كثيرة بشكل عام على الجسم كله، هنقول لكم بعض منها. السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد مختلفة منها الجليسرين والزيوت، هذا قد يسبب أمراض مختلفة للمدخن. كمان السجائر الإلكترونية تضيف إلى الجسم بعض المواد السامة والمسرطنة. كمان عاوزين نقول لكم إن الدخان الخارج من السجائر الإلكترونية يصيب غير المدخنين وتحديدا السيدات الحوامل، وإن استخدامها بيكون أضعاف الأخرى. ومن ضمن أضرار السجائر الإلكترونية إنها تسبب التهاب وتهيج في الرئتين قد يصل إلى التلف. وأيضا السجائر الإلكترونية من الممكن إنها تسبب الوفاة فضلا عن ضيق الشعب الهوائية بسبب المواد اللي بتحتوي عليها وينتج عنها الإصابة بالربو. كمان المواد الموجودة في السجائر الإلكترونية مثل الجليسرين والنيكوتين والنكهات المختلفة غير معلومة المصدر تثير الجهاز التنفسي وتمثل خطرا كبيرا على مرضى الحساسية. وزارة الصحة والسكان أكدت أن الخط الساخن اللي دشنته لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين هو رقم 16328. كمان وزارة الصحة والسكان قالت أن يمكن اللجوء لحملة 100 يوم صحة، وهي لا تقدم خدمة العلاج والكشف فقط، بل أنها تعمل على تقديم التوعية الصحية في مختلف التخصصات للأعمار المختلفة. وأكدت على وجود عيادات للإقلاع عن التدخين يمكن الذهاب إليها وطلب المساعدة للتخلص من العادة السيئة اللي بتأثر على أجهزة الرئة خاصة القلب والرئة. وزارة الصحة والسكان قالت إن حملة 100 يوم صحة توجد على مستوى محافظات الجمهورية في كل الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات الكبرى، وإن الخط الساخن للوزارة رقم 105 للرد على التساؤلات ومعرفة أقرب مكان يمكن الذهاب إليه والاستفادة من الخدمات الصحية للحملة. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.